احكي لي شوي عن نفسك. الاسم المربع. اسمي حسن علي سليمان. شو اسم جدك؟ محمود. انت مولود اي سنة؟ 14/7/1984. يعني بعمرك 22 هلا. 22 طبقتها بالشهر هيدا 14. اوكي، هلا احكي لي من يوم لما دخلت على الحزب، من اولتها؟ تقريبا وعيد ب 98. يعني قديش كان عمرك؟ 98. هلا نحن بال 2006. قبل 8 سنين. كنت على 15 تقريبا. 15 16. وهذا كان يعني بالوقت المدارس وبعد الدراسة؟ هو بالنهاية بالليل. بالليالي؟ بالليل، هي بالليل الحضور على الدورة بعد صلاة المغرب. يعني ما فيش كان أي أشكال على المدرسة. هذا كان دورة الجنود قديش طولت؟ شهر ونص. شو تعلمت فيها؟ تعلمت فيها كمان دروس في سيرة وعقيدة وفقه وولاية. كنت صغير بهالوقت. اوكي. بسنة 2000 خضعت لدورة مقاتلة بعد التحرير. ولل 2000 شو عملت بالفترة هذه؟ ولا شيء، حضور بالمسجد. حضور فقط؟ حضور بالمسجد ودروس شيخ يعني. بسنة 2000 بعد التحرير بكم شهر خضعت لدورة مقاتلة. وين عملت الدورة؟ عملتها بالبقاع. وين؟ وين يعني ما بعرفش. بعلبك؟ بعلبك. بعلبك. بالمركز التدريب تبع الحزب؟ ما هو مش مركز يعني، معسكر. معسكر؟ بس ما يعني يعني ابن نبقى يعني الاصل من نبع اسنان، بس مش طالع على ضيعتي، ضيعتي ما بعرفها، فما مش عارف المنطقة. قديش طولت الدورات؟ 45 يوم. هذه دورة مقاتل؟ هذه دورة مقاتل. عملت دورات بغيت لبنان؟ مش دورات، عملت مناورة. عملت مناورة بغيت لبنان؟ مناورتين. امتى كانت أول مناورة؟ آخر 2003. وين عملتها؟ بإيران. كيف طلعت على إيران؟ طلعنا من بيروت برانج، يعني سيارات ورانج وهيك. كم ناس طلعتوا؟ تقريبا شي 50. ما بعد. من بيروت على وين؟ من بيروت على مطار دمشق. على اي معبر؟ مصنع؟ مصنع الخط العسكري، كان في خط عسكري. يعني نزلتوا من بيروت 50 ناس على معبر مصنع العسكري. على فتنا من مصنع بس عن طريق خط العسكري. في خط المدني وخط العسكري. ومن هناك لمطار بيروت؟ لمطار دمشق. لمطار دمشق، كيف كان بمطار دمشق؟ مطار دمشق ما فتنا على المطار، فتنا من مطرحة تانية، مخرج المطرحة تانية. يعني غير رسمي؟ غير رسمي. ودخلوا على مطار دمشق؟ اشتبولمان أخذتنا وطلعنا بالطيارة. وحتموا لكم الباسبورت لما طلعتوا؟ ما كانش معنا باسبورت. انت قلت لي اول عملية اشتغلت فيها بالغجر، امتى صارت؟ صارت ب 11/12/2005. شو كانت وظيفتك بالعملية؟ كانت وظيفتي على موقع عروسات الارمل، منع الدبابة من الرمية على منطقة الغجر. واي سلاح كان معك؟ فقط. فقط. صنعت ايش الفقط؟ صناعة روسية. صناعة روسية. صناعة روسية. واشتركت بالعملية هذه؟ اشتركت. شو كانت هدف العملية في الرجاء؟ كانت هدفها هو أسر جنود. حتر جنود. وما نجحت العملية هذه؟ هو بالعسكر يعني من هي بالعسكر في ممكن تنجح، ممكن تنجح عملية، ممكن تفشل عملية. الهدف الأساسي ما مش هذا، الهدف الثاني هو ضرب، يعني توجيه ضرب قاسي. والعملية الثانية اللي اشتركت فيها؟
هي عملية الأثر بالنخور الثاني. من أمتى؟ ب 12 تموز. 12 تموز، العملية اللي كان خطفت ال ب 12. شو كان وظيفتك بهذه العملية؟ كان وظيفتي كمان قطع إمداد. قطع إمداد موقع رامية والطريق الداخلية. مين كلفك بهذه المهمة؟ كلفني الحاج قاسم. الحاج قاسم، قاسم ايش؟ ما بعرف. وكان تعرف سلفا انه هذه عملية هدفها أسرة؟ اكيد، بس تفاصيل انا ما بنحط بالجو. مين كان معك بالحلية؟ نحن ضد الدروع كنا أربعة. كان بلال. بلال ايش؟ بلال العطشيك. سراج. سراج ايش؟ بس سراج. ومهدي. مهدي ايه؟ مهدي بقى. هذا لقب او اسم؟ اسم، مش اسم مدني، اسم حرب. وهذا كانت عملية الاحتفاف الأخيرة اللي أنت اشتركت فيها. كم يوم قبلها عرفت أنه بدك تشتغل بهذه العملية؟ وقت التنفيذ، وقت التنفيذ صار يوم الأربعاء، عرفنا يعني السبت فعليا، بس وقت المناورة. هذا كم يوم يعني صار اللي قبضوا عليك بعد عملية الاحتفاف العسكري؟ تقريبا شي 16 يوم 17 يوم. بهدول 16 يوم؟ 19 يوم، عشان أعطي يومين بالضيعة تقريبا. بهذا ال 19 الأيام شو تفكيرك على ردة فعل الجيش الدفاع باللبنان بعد هذه العملية؟ ردة الفعل على العملية؟ طبعا الجيش الدفاع. كنت متوقع ردة فعل قاسية، بس مش بهالمستوى. يعني كنت متوقع يضرب مواقع حزب الله كلها، يضربها. كنت متوقع يضرب مراكز. بس ما توصل يعني لبيروت، يعني ما توصل للضاحية، للمعقل يعني.